بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما، أو زي ما احنا كلنا عارفين، إن شاء الله يوم الجمعة القادم هي مباراة النادي الأهلي ضد نادي الزمالك، وهي مباراة كبيرة للفريقين الحقيقة. خلينا نتكلم عن النادي الأهلي وكل الإشاعات المثارة الحقيقة خلال من أول منذ بداية اليوم وحتى الآن، إشاعات كتيرة جدا عن استبعاد فلان أو استبعاد علان أو كذا أو كذا أو كذا. طيب، لو حضرتك المدير الفني للنادي الأهلي أو أنت واحد من جمهور النادي الأهلي وشايف المدير الفني استبعد إسلام، خلاص، وأنت عندك قائمة فيها 30 لاعب، إذا صح هذا الكلام، إذا صح هذا الإشاعات اللي هي طالعة من نص النهار النهاردة لغاية دلوقتي، إذا صح هذا الكلام، لو حضرتك مشجع أهلاوي وشايف إن المدير الفني بتاعك استبعد لاعب وأنت عندك 29 لاعب أو 30 لاعب أو أكتر شوية، ال 30 لاعب كلهم أفضل من بعض. المدير الفني له الحق في استبعاد أو استدعاء أي لاعب في القايمة بما يراه مناسبا للمباراة القادمة. ده دايما اللي احنا متعودينه من كل جمهور النادي الأهلي، وكلنا شفناه خلال السنوات الكبيرة خلال من 1907 وحتى الآن، ده دايما اللي بيحصل. المدير الفني هو من يختار وهو من يتحمل المسؤولية في اختياراته سواء بالاستدعاء أو بالاستبعاد. وبالتالي لما تنظر لقائمة النادي الأهلي 30 أو 35 لاعب، لا، بتجد أن ال 30 اللي موجودين في النادي الأهلي هيدخل مين وهيستبعد مين؟ هيدخل مين وهيستبعد مين؟ حتى هذه اللحظة لا توجد قائمة رسمية معلنة للنادي الأهلي. حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم مفيش قائمة رسمية للنادي الأهلي، وبالتالي إحنا كجمهور النادي الأهلي مش فارق معانا. إحنا كجمهور النادي الأهلي، أنا عندي مباراة يوم الجمعة القادم، هي مباراة مهمة ومباراة صعبة، بتلعب فريق قوي، فريق نادي الزمالك، ولكن في نفس الوقت أنت قادر بأي سكواد أو أي 11 ومعاهم 7 من الاحتياطي اللي موجودين، ال 30 لاعب كلهم أفضل من بعض. الأهلي في النادي الأهلي المدرب مدرب واللاعب لاعب، وإحنا عارفين دايما، بعيدا عن أي شيء آخر، إحنا عارفين دايما أن الجمهور هو العامل الرئيسي والعامل الأساسي في مساندة النادي الأهلي في مثل هذه التوقيتات، مساندة الفريق، فريق النادي الأهلي. حضرتك ولا بتساند لاعب ولا بتساند مدرب، وإنتوا اللي علمتونا كده، جمهور النادي الأهلي اللي علمنا كده، الجمهور في ظهر النادي الأهلي فقط لا غير، مش في حاجة تانية. وبالتالي أنا شخصيا لا ألتفت لمثل هذه الأمور ولا أنظر لمثل هذه الأمور. عندي مدير فني، كلنا ثقة أو عندنا ثقة كبيرة جدا في هذا المدير الفني، عندنا ثقة كبيرة جدا في الـ30 لاعب اللي موجودين، يختار من يختار ويستبعد من يستبعد، هو الحر، هو المدير الفني حر يختار اللي هو عايزه من خلال الـ30 لاعب اللي موجودين قدامه.